شريك صدى الإبداع احتفاء بموسيقى سينابيل بن عبد الجليل. ونتمنى ذلك ويكون أحسن يعني جينيريك، وهذا غادي تكون هدية من سي نبيل بن عبد الجليل جمهور صدى الإبداع اللي معنا في الاستوديو والجمهور العريض على الشاشات الأولى. شكرا لجمهورنا في الاستوديو، شكرا لنبيل بن عبد الجليل اللي في الموسيقى المعروف، شكرا لقاسم مرغاطة اللي أغنى النقاش حول جمالية القصة القصيرة، شكرا كذلك للكاتبة والخاصة المتعلقة فاطمة الزهراء الرغيوي. كنا سعداء باستضافتكم في هذه الحلقة المتميزة اللي كانت غنية بموسيقى، غنية بإيقاعها. شكرا للجمهور مرة أخرى، شكرا لمتتبعي صدى الإبداع على القناة الأولى، ولنا موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله.